شديد في هنا العاصمة، وشعار المرحلة في محافظات مصر بلاها لحمة، بلاها لحمة، مش عايزين لحمة. هذه الحملة، حملة مقاطعة اللحوم، بدأت في أسوان وانتشرت في محافظات الصعيد وبدأت تمتد إلى باقي المحافظات. ويواصل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات حث المواطنين على مقاطعة اللحوم احتجاجا على ارتفاع سعرها اللي وصل ل 90 جنيه للكيلو. وده الحملة ديت هدفها مواجهة جشع الجزارين. الحملة اللي انطلقت من محافظات الصعيد الجميلة قبل ما تمتد لباقي المحافظات حظيت بدعم كبير جدا من شخصيات عامة ومشاهير ونجوم. مثلا الفنانة الجميلة شريهان كتبت على حسابها بموقع تويتر الجملة التالية: أناشد جميع المواطنين، دي شريهان بتقول للمواطنين المصريين، أناشد جميع المواطنين قادرين، القادرين ده أهم يا جماعة، لأن اللي مش قادر كده كده ما بياكلهاش، القادرين على شراء اللحوم بمقاطعتها دعما لحملة بلاها لحم. وزارة التموين قالت انها لا تعارض حملة مقاطعة اللحوم، وانها على استعداد لضخ كميات اضافية بالمجمعات الاستهلاكية. حضراتكم عارفين القوات المسلحة بتنزل لحوم وفراخ واسماك، وايضا وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الاسعار. جهاز حماية المستهلك في مصر اعلن ايضا ترحيبه بالحملة، واعتبر ان حملة المواطنين ضد الاستغلال حملة جيدة جدا ومفيدة جدا. طبعا بعض الخبراء شايفين انه حملة مقاطعة اللحوم اللي هي بلاها لحمة هيكون لها تأثير ان شاء الله على الاقل تثبيت اسعار اللحوم، واحنا على ابواب عيد الاضحى المبارك، اللحمة بتكون هي العيد عند الشعب كله يعني. فطبعا كل سنة بيستغل بعض التجار، تجار المواشي والمزارعين واصحاب المزارع وايضا الجزارين، انه عيد الاضحى جاي وكل الناس بتاكل لحمه فيه والناس بتذبح واللي بيشتري لحمه فبيرفعوا الاسعار. الحمله دي الخبراء شايفين انها هتساهم في تثبيت اسعار اللحوم. في وجهه نظر تانية بتقول انه مفيش جشع عند التجار او الجزارين، وانما الازمه سببها العجز اللي عند مصر. دي وجهه نظر، بقول لحضراتكم وجهات نظر الخبراء كلهم، واحنا بقى نفكر ونشوف هنقتنع بمين. بعض الخبراء المتخصصين في الثروة الحيوانية بيقولوا انه المسألة يا جماعة مش جشع جزارين وتجار مواشي، لا، الفكرة ان هناك عجز في الثروة الحيوانية في مصر في مقابل الزيادة الكبيرة في الطلب. حضراتكم عارفين ان اي سلعة في الدنيا كلها بتخضع في اسعارها وفي توافرها وكل حاجة لقاعدة اساسية هي بتعتمد في الاقتصاد على العرض والطلب. يعني لو احنا عايزين نشتري مثلا، او الشعب المصري بياكل في اليوم 100 فرخة مثلا بقول اي ارقام، وانتاج مصر من الفراخ 70 او 80 او 60، يبقى فيه فجوة وفيه فارق بين الاستهلاك والعرض، وبالتالي بتزيد الاسعار. وبيقولوا برضو في النظرية الاقتصادية، ودي معروفة وثابتة في العالم كله وكلنا مجربينها، ان العرض لو في عرض اكتر من الطلب الاسعار تنزل. يعني لو احنا بنستهلك 100 فرخة في اليوم والانتاج بتاعنا 120 130 150 فرخة، الاسعار هتثبت او تنزل. المشكلة بقى انه رفع سعر اللحمة دلوقتي بقاله فترة طويلة بيتم بالعشرة جنيه، يعني تبقى ب60 تطلع ل70 80 90، وفي محلات او سوبر ماركت كبيره بتبيع ب100 وب105. ففي رمضان اللي فات عليه شهر وشويه ارتفعت اسعار اللحوم 10 جنيه مره واحده من ليله رمضان. طبعا بعض التجار والجزارين بيستعدوا لعيد الاضحى، واحنا بنستعد ليهم بحملة وبلاها لحمة. تعالوا نشوف التقرير ده عن حملة مقاطعة اللحوم في مصر اللي بدأت في الصعيد الرائع والجميل وانتشرت، بدأت تمتد في المحافظات المختلفة وبدأت تكون ترند او موجة كبيرة على مواقع شبكة التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او تويتر او كل المواقع. الحملة بدأ الناس يقولوا لا، لازم نقاطع اللحم.
نشوف التقرير ونرجع نكمل. وانا ممكن اسالك انت بتبص للحمه ليه كده؟ بفكر. تفكر في ايه؟ بفكر فكره 90 مره 8 كيلو لحمه 90 جنيه لازم افكر 90 مره قبل ما اشتري كل لحمه. طب وفكرت وخدت قرارك ولا لسه؟ انا فكرت ومش هشتري. صعب بصراحه. ده كان حال المواطن اللي بيحاول يستغنى عن الحاجه اللي مش قادر يوفرها بسبب سعرها العالي، بس في دعوات جاده على الفيسبوك لمقاطعه اللحوم. يا ترى نفس المواطن ده ايه رايه في الدعوات دي؟ انا سمعت ان الناس هتقطع على موضوع اللحمه، واحنا كمان من ضمن الناس اللي هتقطع. يعني الكيلو ب 85 جنيه، مستوى دخل الفرد كام عشان لو خمس افراد وست افراد هيجيبوا قد ايه لحمه؟ لا احنا هنبطل غرام، مالك ترخص كده ونجيب اللحمه. عايزين الحاجه تبقى رخيصه عشان نبقى متناول الجميع، كلنا ناكل وننبسط ونشرب. لازم نقف كلنا ونقاطع الغليه والكزرين دول. احنا سقطنا اتنين رؤساء، مش هنسقط سعر اللحمه؟ فين وفين عبال ما الزبون بيجي ياخد كيلو لحم؟ يعني انتوا جيتوا على سوا لقيتوا واحد بياخد ربع كيلو لحم؟ احنا ذات نفسنا عايزين نبطلها. مقاطعه شهر شهرين انا مش مشكله، بس الاسعار تنزل. ما كل ما السعر بينزل انا بشتغل. اما في المناطق الراقيه فالناس بتطلب اللحوم بالاوردر او بالتليفون، فخلونا نشوف حمله بلاها لحمه لمقاطعه اللحوم هيشارك فيها اصحاب الدخول المرتفعه ولا لا. دي مبادره طيبه طبعا، ومش بس اللحوم، اي حاجه بتبقى غاليه على الشعب المفروض ان الشعب يبدا يتوجه ان هو يبقى عنده ثقافه ان هو يعترض. طبعا بلاها لحمه قوي قوي كمان، يعني مش مهم اكل لحمه لمده شهر، بس المهم ان هي الاسعار بقت مغالاه بطريقه فوق الوصف لجميع المستويات. مش الشريحه اللي اقدر اجيب لحمه الحمد لله، بس طبعا لازم اساعدهم، ما بقاش يعني عايش في المجتمع لوحدي، لازم اتضامن معاهم طبعا. حتى احنا حسينا انها زياده، فما بالك بالناس اللي يعني مش قادرين على قدها. هنقطع اللحمه ماشي، هنقطع الفراخ ماشي، في ايه البديل؟ السمك؟ البياع ما بيصدق يلاقي حاجه يغليها. الكندوز عندنا في المنطقه بتاعتنا بيعادل من ال 90 جنيه، الضاني بيتباع ب 85، ده شيء عادي. البتيلو المشفي وصل حوالي 140 جنيه. انا بجيب الشيء غالي من بره، فلازم ابيعه لازم احمله الغلو بتاعه، ما ذنبيش حاجه. اجماع بسطاء الحال من المصريين وتضامن اصحاب الدخول المرتفعه معاهم لمقاطعه اللحوم دليل واضح على ثوره غضب جديده، لكن المره دي ضد الغلاء والجشع اللي اصبح عنوان المرحله. والله شدني قوي في التقرير ده طبعا اراء الساده المواطنين الشرفاء كلهم. الشاب اللي في الاول واقف مع مراسلنا قدام اللحمه قدام الجزار بيبص للحم، قال جملة عبقرية جدا، قال له بصراحة هفكر 90 مرة قبل ما اشتري كيلو اللحمة ب90 جنيه. إمكانيات. وقف يفكر وفي الآخر قال له بصراحة مش هشتري. هي حاجة صعبة طبعا، ولكن بعتقد آراء المواطنين كلهم في هذا التقرير بتقول أن هذه الحملة نجحت وستنجح. وخلوا بالكم يا جماعة إن أي شعب متحضر في الدنيا كلها وأي مواطن متحضر في الدنيا كلها يقدر يستغنى عن أي سلعة في أي وقت بقرار. يعني أنا مش هاكل بطاطس، أنا مش هاكل لحمة، أنا هقاطع الإنترنت زي ما حصل. إحنا شعب متحضر وشعب عريق جداً، ويمكن احنا اول ناس اول شعب في الدنيا كلها استخدم سلاح المقاطعة والمقاومة في الاحتلال الانجليزي نفسه لمصر اللي استمر 72 سنة. الشعب المصري قرر ان يقاطع الانجليزي اللي هم محتلين بلده. كانت النتيجة ايه؟ الشعب بذهنيته الحاضرة بفطرته شعب جميل ورائع ومتحضر وفاهم، انتوا محتليننا بالسلاح بقوة السلاح، طب احنا هنقاطعكم بقوة المقاطعة. قاطعنا الانجليز. دول كثيرة جدا في العالم كانت محتلة شربت ثقافة المحتل وبقت شبهه في الثقافة، خدت منه اللغة بتاعته سواء اللغة الفرنسية او الانجليزية في فترات الاحتلال الانجليزي والفرنسي والفرنسي لمعظم العالم. تعاملت معه، وبالتالي بعد ما المستعمر مشي بقوا ما بيتكلموش عربي كتير.
او ما بيتكلموش لغتهم الاصليه في افريقيا وفي اسيا. احنا الشعب المصري الانجليز قعدوا عندنا 72 سنه من اكبر فترات الاحتلال في العصر الحديث. 72 سنه شافوا المر وشافوا الويل بالمقاطعه بالمقاومه الشعبيه. احنا مش هنتعامل معاكم. لدرجه ان احد القاده الانجليز اللي كانوا موجودين في مصر قال عباره شهيره جدا، قال الحياه هنا اصبحت لا تحتمل، بقت مستحيله. ليه؟ بسبب مقاطعه الشعب الانجليزي المصري الانجليز. طيب ايام الرئيس في عهد الرئيس الراحل العظيم محمد انور السادات قطعنا اللحمه شهر ونزلت اسعارها. وبالتالي نحن قادرون، لازم يكون عندنا امكانيه. يس وي كان، نحن نستطيع ان نفعلها، نحن لدينا القدره ولدينا الاراده ولدينا الوعي والتحضر ان احنا نقاطع اللحمه لغايه ما ترخص. والمقاطعه مطلوبه زي ما بتقول الفنانه الرائعه شريهان، مطلوبه من القادر في الاساس. اسمحوا لي معايا الاستاذ محمد جاد المتحدث باسم حمله بلاها لحمه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ مجدي، ومساء الخير على فريق العمل وكل الساده المشاهدين. اهلا بيكم، منورنا. ربنا يخليك يا فندم، ويعني اسمح لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وده مش جديد على حضرتك كاعلامي كبير وكاتب صحفي، لك قيمتك وقامتك في مصر، وانت كنت نقطه تحول في هذه الحمله بامانه فعلا. ربنا يخليك، احنا متابعينها على طول وانتم اصحاب الفضل بعد ربنا. وعايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ محمد، يعني انا لو قطعت اللحمه هختفي، ما انا ما عنديش حاجه ده. بس انا موافق هقاطع اللحمه. قول لي بقى اخبار الحمله ايه؟ بلاها لحمه، والاسم حلو قوي، انا بهنيكم عليه. ويمكن احنا اول برنامج تابعنا من اسوان في اكتر من مره، والحمله ماشيين معاها كده جغرافيا. قول لي اخبار الحمله في المحافظات ايه يا استاذ محمد؟ بالفعل استاذ مجدي، يعني انضم لحمله بلاها لحمه لغايه النهارده حوالي 19 محافظه من محافظات مصر، وده بخلاف الحملات المحليه بقى. يعني ده الجديد في هذه الحمله، ان اصبح عندنا بلاها لحمه على مستوى قريه، اصبح عندنا بلاها لحمه على مستوى مركز، على مستوى مدينه، وكمان على مستوى محافظه. بعد ما بدأنا الحملة ودشناها من محافظة أسوان، انطلقت في عدد كبير من المحافظات، وإحنا بالأمس كان في تنسيق بين هذه الحملات لتوحيدها مرة واحدة والخروج بحملة موحدة للشعب المصري على مستوى جمهورية مصر العربية، بلاها لحمة يا شعب مصر. طيب إيه الفعاليات يا فندم؟ هل لديكم تصور لفعالياتكم لمقاطعة اللحوم؟ ودوركم ايه؟ بتوصلوا الفكرة للناس ازاي؟ احنا بنحاول في الاعلام طبعا طول الوقت، والتلفزيون منتشر جدا، بس قول لي انتوا ماشيين ازاي؟ احنا كانت بدايتنا من خلال الاعلام المحلي، الاذاعة والتلفزيون المحليين، ثم انطلقنا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبقالنا اكثر من 10 ايام في لقاءات بقى محلية مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، في عقد لقاءات مصغرة مع المواطنين ومع السيدات ومع الاهالي والعمد والمشايخ ورجال القبائل على مستوى قرى ونجوع محافظات جنوب الصعيد. نزلنا للناس بقى من الفيسبوك، فلقينا انه مش بس اللي بيقدر يوصل لمواقع التواصل الاجتماعي هم اللي بس مهتمين، لكن كمان المواطنين البسطاء. وخلينا اقول لحضرتك برضو استاذ مجدي، احنا بنتكلم عن افقر 9 محافظات في مصر هم في محافظات الصعيد، ومحافظه اسوان هي خامس افقر محافظه على مستوى الجمهوريه بعد اسيوط وسوهاج وقنا وشمال سيناء. وده اللي خلانا بالفعل يعني ننظر للفئه التي لا تستطيع ان تصل الى كيلو لحمة أو قطعة لحمة لأبنائها بشكل معزز وبشكل محترم وبشكل يعني يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم وإنسانيتهم. زي ما قلت حضرتك في المقدمة، إنه الشعب المصري اللي استطاع إنه يعني يقوم بثورتين عظيمتين في 25 يناير هو قادر على إنه بالفعل يخضع أي حد لديه الجشع والطمع. وخليني برضه أقول لحضرتك إن إحنا من خلال العمل الميداني اكتشفنا إن المشكلة ليست فقط عند الجزارين،
الجزارين هم جزء من المشكلة، بعضهم لديه طباع الجشع والطمع، وبعضهم أيضا بيذبح خارج السلخانة، والبعض بيشتغل في تزوير الأختام الحكومية واللحمة اللي مختومة بختم مزور، وللأسف الشديد ده بيحن مباشرة لدور الحكومة بقى. يعني الدور الرقابي المفتقر والمفتقد تماما على الأرض، لأننا بالفعل يجب أن نكون صرحاء بيننا وبين أنفسنا، وبلاش يعني نزين الواقع بشكل خاطئ ونقول إن كله تمام والناس كلها عاملة اللي عليها. لا، وإلا ما كانش قامت ثورتين في مصر. يعني لو الأوضاع سليمة وكويسة ومفيش فساد وما عندناش تقصير، ما كانش قاموا ثورتين في وقت قصير وأسقطوا رئيسين. لكن بالفعل الدولة يجب أن تتحرك في إطار الأجهزة الرقابية وتقوم بدورها. المواطنين هو ده الدور اللي احنا نملكه بقى، فكرة المقاطعة والسلاح السلمي الذي نستطيع أن نستخدمه هو ده ما نملكه كمواطنين. لكن لا يكفينا أنه المسؤولين في الدولة والسادة الوزراء المحترمين والسادة المحافظين المحترمين أنهم يعلنوا من خلال وسائل الإعلام تضامنهم مع الحملة. التضامن لا يكفي من جانب الجهات الحكومية، هناك عمل آخر مطلوب منهم. تمام، أشكرك جدا أستاذ محمد جاد المتحدث باسم حملة بلاها لحمة، ومعنا الصديق والزميل العزيز الأستاذ محمود العسقلاني. الخط اتقطع، مش عارفين نوصل. طيب معلش، كان هيبقى معنا الأستاذ محمود العسقلاني. احنا عامة هنتابع هذه الحملة ونعمل لها حلقات ونعمل لها كمان نقاش بين الأطراف كلها، بحيث ان احنا هيكون عندنا المواطنين والجزارين وأعضاء الحملة وغيره، ونتكلم حول هذه الحملة. بس انا بقول لحضراتكم ان انا بدعوكم وبأناشدكم وبترجاكم انكم تستجيبوا لهذه الحملة، بدعوكم بالفعل لإنجاح هذه الحملة في مصر كلها. بلاش لحمة، بلاها لحمة، مش فارقة خالص، في بدائل كتيرة جدا وأقل سعرا. نقاطع اللحمة كلنا بشكل جماعي، والله صدقوني، والله صدقوني هتثمر عن نتائج مبهرة، لأنه خلوا اللحمة تبوظ، خلوا لحمتكم تبوظ. احنا ناكل من اللحمه اللي بتجيبها القوات المسلحه، تنزلها لنا باسعار في المنافذ المختلفه باسعار نص السعر ده، وهناكل من اللحمه بتاعه وزاره التموين اللي بتطرح ايضا في المجمعات الاستهلاكيه المنتشره، هناكل فراخ، هناكل سمك، هناكل نشويات. بس في ناس عايشه نباتيين وصحتهم احسن مني ومنك، ما عمرهم ما اكلوا لحم. في كل الاحوال انا ما بقولكش تبقى نباتي طول عمرك، بس وكان ان احنا ننجح، احنا نقدر ننجح. وبالفعل أنا بضم صوتي لهذه الحملة، حملة بلاها لحمة، وأنا بشكل شخصي بعيدا عن أي حاجة أنا انضميت لهذه الحملة، ومش هشتري لحمة بالفعل، ومش هاكل لحمة حتى لو حصل إيه. أنا يعني لو أسبوعين ثلاثة أربعة شهر اثنين ثلاثة ما أكلتش لحمة، أنتوا عارفين تأثير ده عليا أنا ايه، مع ان انا مش ما باكلش كتير، بس اكيد اكيد لما انا طالما انضميت لهذه الحمله، حمله بلاها لحمه، ومش هشتري لحمه ومش هاكل لحمه الا لما ترخص والا لما كلنا ناكلها مع بعض من اسوان للسلوم، طالما انا انضميت فانتوا اعملوا حسابكم بس ان ممكن البرنامج يبدا سواء هنا العاصمه او لازم نفهم، وتيجي الكاميرا على الكرسي ما تشوفونيش، هتسمعوا صوت بس، هختفي بس انتوا استحملوا. بيقولوا لي دلوقتي في كنترول في سندوتش شاورما بره، ممكن اشوف مساله الشاورما. بس شاورما فراخ ولا لحمه؟ لحمه؟ لا لا والله ما هاكله، هاتوا لي سندوتش طعميه بعد الفصل.